بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. حبيت اعمل لايف اثناء ما القرعه ما كانت شغاله مباشر، لقيت ان صوت القران بتاع التراويح مغطي عليها، فقلت مش هتكلم عن القرعه، خلاص ربنا اراد ان انا ما اتكلمش عن القرعه. قلت اتفرج على ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد، بسمي الله لقيت لويس دياز جاب جول، قلت بس انا هطلع اتكلم على القرعه تاني. لازم نطلع نتكلم على القرعه تاني، هقعد اتفرج على ماتش ليفربول ومانشستر واتحرق دمي ليه؟ انا هقعد اتكلم على القرعه وعلى مشوار العرب وعلى مجموعات العرب في تصفيات كاس افريقيا 2023 اللي هتقام ان شاء الله في كوت ديفوار. بيقال ان هي تلعب في شهر يونيو 2023، بس حتى الان الموضوع بتاع الشهور محدش عارف اي حاجه، لان احنا في قارتنا الجميله مواعيد ما ينفعش انك المواعيد تكون معروفه للبطوله، لا البطولات العالميه بيبقى معروفه تلعب في شهر كام، انما احنا في افريقيا على الله حكايتنا خالص. الكلام حتى الان انها تلعب في يونيو. المجموعه الاولى فيها ساوتيمي وبرينسيبي او موريشيوس، غينيا بيساو، سيراليون، نيجيريا. يا عم تكتب موريشيوس وخلاص، محتاجة سوفتمي ايه يا عم في ايه؟ طبعا اعتقد المجموعة دي نيجيريا، واتمنى سيراليون يعدوا في المجموعة دي. المجموعة التانية ايسواتيني وتوجو وكاب فيردي وبوركينا فاسو، اعتقد ان بوركينا فاسو هتعدي في المجموعة دي بسهولة. المجموعة التالتة بروندي، ناميبيا، كينيا، الكاميرون. الكاميرون طبعا طريقة مفروش بالواد زي العرب عندنا. المجموعة الخامسة افريقيا الوسطى، انجولا، مدغشقر، غانا. غانا برضو اعتقد هي وانجولا ممكن يعدوا في المجموعة دي. المجموعة الستة وفيها أوائل العرب، تنزانيا، النيجر، أوغندا، الجزائر. مجموعة أعتقد إن هي بسيطة سهلة الكلام ده من بره، إنما إحنا في الملعب عارفين إن الموضوع مختلف تماما. أتمنى إن المجموعة زي ما هي سهلة وبسيطة من بره فيها تنزانيا والنيجر وأوغندا، أتمنى إن المجموعة تكون سهلة أثناء المباريات، وأتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري بجانب منتخب النيجر. المجموعة السابعة جنوب السودان، جامبيا، الكونغو، مالي. أعتقد الكونغو مالي مش هي صعوبة خالص. المجموعة الثامنة لسوتو وجزر القمر، زامبيا، كوت ديفوار. اعتقد ان كوت ديفوار وجزر القمر، اتمنى ان كوت ديفوار وجزر القمر ان هم يصعدوا. المجموعة التاسعة السودان وموريتانيا والجابون والكونغو الديمقراطية. اعتقد الجابون والكونغو الديمقراطية هيقدروا يصعدوا مع احترامي للمنتخب السوداني طبعا، وعايز اقول لك طبعا المجموعة اللي بيصعد اول وتاني، ده لو ما كنتش عارف يعني. المجموعة الحادية عشر ليبيريا، زيمبابوي، جنوب افريقيا، المغرب. انا عارف ان احنا عندنا المجموعة العشر بس عادي عايزين هنرجع لها تاني. اعتقد ان المجموعة دي وصود الاطلس المنتخب المغربي هو المنتخب الجنوب افريقي، اتمنى ان هم يحسموها، مع اني اتوقع المنتخب المغربي هيسيب وراه منافسه قويه ما بين زيمبابوي وجنوب او جنوب افريقيا، بس اتمنى المنتخب المغربي يقدر يحسم المجموعه دي رغم ان هي مجموعه مش سهله تمام بالنسبه للمنتخب المغربي. المجموعه العاشره فيها بوتسوانا وليبيا وغينيا الاستوائيه وتونس. نتمنى طبعا المنتخب التونسي والمنتخب الليبي هم اللي يقدروا يصعدوا لكاس الامم الافريقيه، مع اني اتوقع ان منتخب غينيا الاستوائية ممكن يشكل خطورة على المنتخب الليبي، لكني اتمنى المنتخب الليبي يقدر يعمل حاجة، اتمنى المنتخب الليبي يقدر يعمل حاجة. المجموعة العاشرة فيها رواندا، موزمبيق، السنغال. المجموعة الرابعة بتاعتنا احنا بقى فيها اثيوبيا، ملاوي، غينيا، مصر. مجموعة رخمة خصوصا ان احنا عندنا نبي كايتا ولدنا الغالي ومومو صلاح، مجموعة رخمة. غينيا فرقة مش سهلة، اثيوبيا موضوع ماء، احنا جايين هنا نتخانق على المية، احنا جايين نلعب كرة بس احنا مجموعة المية دي مجموعة المية بتاع اثيوبيا وغينيا وملاوي واثيوبيا. اتمنى طبعا المنتخب المصري والمنتخب الغيني يقدروا يحسموها، لان طبعا لا اتمنى منتخب اثيوبيا يكون موجود في كوت ديفوار 2023. افريقيا الوسطى، انجولا، مدغشقر، ما اتكلمناش احنا على المجموعات دي، او اعتقد ان انا عديت مجموعه مصر من غير ما اعرف، بس مش مهم يعني، المجموعه يعني من قوتها ممكن تعديها وترجع لها عادي. اتمنى المنتخب المصري ما يواجهش اي صعوبه في المجموعه دي، اتمنى الدنيا ما تعقربش علينا في ماتش غينيا او في ماتش اثيوبيا، لان احنا منتخب مش مضمون وداخلين واضح على عشريه مشكوك فيها مع ايهاب جلال، فربنا يستر، ربنا يستر. واضح ان الطريق سهل بالنسبه للعرب، مجموعه الجزائر بالنسبة لي سهلة على الورق، تنزانيا، نيجر، أوغندا. المجموعة بتاع منتخب مصر على الورق مش سهلة، هي متوسطة، غينيا، مصر، أثيوبيا، ملاوي. أنا خاف من منتخب ملاوي ده، منتخب مصر يتخاف عليه من الماتشات دي.
مجموعة المنتخب التونسي أعتقد إن هي مجموعة نوعا ما متوازنة، بوتسوانا، ليبيا، غينيا الاستوائية، تونس. غينيا الاستوائية فرقة برضو مش سهلة ومش بسيطة. المنتخب الليبي والمنتخب التونسي هيكون ديربي رخم وهيكون ماتشات رخمة. فالدنيا بالنسبة لمجموعة تونس وليبيا ما هياش بنفس البياض اللي بتبان عليه من بره. منتخب غينيا الاستوائية ورانا في كأس الأمم الأفريقية اللي فاتت إن هو يقدر إن هو يتيح بالمنتخبات الكبيرة. فالمنتخب التونسي هنا برضه زيه زي المنتخب المصري، من بعيد كده تحس ان الاوضاع سهله، بس من جوه تحس ان الاوضاع مفخخه تماما. ليبيريا، زيمبابوي، جنوب افريقيا، المغرب. اعتقد ان المجموعه دي صعبه على المنتخب المغربي، صعبه لمتوسطها، صعبه المنتخب المغربي يعرف ياخد فيها اول، بس مش صعبه المنتخب المغربي يتاهل فيها. اتمنى ان المنتخب المغربي يقدر يكسب جنوب افريقيا ويقدر يكسب زيمبابوي ويقدر يكسب ليبيريا ويكون في المركز الاول، لكن المجموعه دي هتكون فيها منافسه. حتى مجموعة الجزائر كمان ممكن يكون فيها منافسة، بس ما اعتقدش ان الجزائر هتنافس تنزانيا والنيجر واوغندا. ما اعتقدش ان مجموعة الجزائر هي فيها منافسة، يعني مجموعة مصر ممكن يكون فيها منافسة نظرا لحالة منتخب مصر، مجموعة المنتخب التونسي ممكن يكون فيها منافسة نظرا لحالة ليبيريا، نظرا لحالة غينيا الاستوائية، زي مجموعتنا نظرا لحالة غينيا. فاعتقد ان الوضع بالنسبة للجزائر ممكن يكون جيد جدا في التصفيات وفي المجموعات دي. اتمنى ان المنتخب الجزائري والمنتخب المصري والمنتخب التونسي والمنتخب المغربي يقدروا ان هم يحسموا صعودهم لكاس الامم الافريقيه، لان ما اتوقعش ان منتخب جنوب السودان او منتخب السودان هيقدروا ان هم يعملوها. واتمنى ان المنتخب الليبي يكون موجود معانا في كاس الامم الافريقيه 2023 بجانب منتخب جزر القمر. لو عجب حضرتك الفيديو اهلا وسهلا بيك، اعمل لايك وسبسكرايب. ما عجبكش الفيديو محتاجين ندعي كلنا ان ليفربول يتغلب وانزل الاقي النتيجه 1-1، ولا اني مش متوقع بصراحه بعد كل المشاكل.